بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا النهاردة إن شاء الله في أرض البرسي. طبعا ده كرومب اللي بتعمل محشي، وده لفت. طبعا الأخوة المصريين يعرفوا اللي هو في البرسيم ده لفت، علشان يتعمل إيه منه مخلل. طبعا أنا حبيت أصور لكم البرسيم لما يكبر شوية، وحوريكم بعض حاجات. طبعا احنا بنزرعها مع ارض البرسيم، زارعين طبعا الثوم، طبعا لازم يزرع في البرسيم، واللهم صل على سيدنا محمد. هو بعيد شوية، وزارعين بصل اخضر طبعا علشان الفسيخ. طبعا ده البلد، طبعا ده شايفين اللفت اهو طالع كده خالص. اللهم صل على النبي. البرسيم عشان سقناه جايب طول شوي حلو يعني. هوريكم برضو، لازم اوريكم الاشياء اللي احنا بنستفيد منها من الارض، بتبقى خارج الزرع. يعني احنا بنعمل اشياء مثلا اضافية. يعني هي المفروض الارض تزرع برسيم وخلاص، لا احنا بنعملش كده. احنا بنعمل برسيم ونعمل فيه كرنب، وفي ساعات نحط فيه خس، وفي ساعات نحط زرعين طبعا بصلة. هوريه لكم البصل الاخضر. طبعا واللفت ده اكيد طبعا كويس ماشي، عشان الارض بس فيها مية. هشوف اي مكان اعدي منه علشان ما كده ما اعملش نفسي. انا قلت بس اجي اوريكم. طبعا بسم الله ما شاء الله. ادخل من هنا، مبلولة بس ضعيفة. خلاص انزل المسا، شوفوا بقى عندنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الارض من ناحيتنا اهي، والبرسيم حلو ما شاء الله، ربنا يجعلها سنه بيضة علينا وعليك. شوف البصل الاخضر، شوفوا بقى انتوا حكموا. ده بقى لزوم الفسيخ. يبقى عندنا البصل، ما نقعدش بقى نشتري ونقعد نعمل اهوت. يبقى عندك في اي وقت جبت خلاص. ده السومة ده هيعمل لنا ان شاء الله خزين طبعا السنة كلها. وانتوا شايفين طبعا البرسيم، شايفين البرسيم بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مش هروح، مش هعرف اروح عند اخر الارض. خلاص انا ما عندكمش فكره بحب البصل الاخضر ده قد ايه، روعه. طبعا الارض بسم الله ما شاء الله بعيده هناك في الاخره، اخرها هناك عند المزرعه هناك ديت. طبعا ده كله بنستهلكه للحيوانات. البرسيم طبعا وبيتعمل منه حاجة اسمها دريس. دريس ده هو عبارة عن علف بننشفه للحيوانات. هو يعني في الاخر بيخلوهم يشربوا مية ويزيدوا، يعني يخلي جسم الحيوان حلو. فطبعا مش عارف اروح اكيد لاخر الارض كده، كفايه. انا بسم الله ما شاء الله، هو السنه دي البرسيم شكله 10 على 10. ربنا يرزق يا رب، وربنا يبارك لكل الناس ان شاء الله. مع تمنياتي لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. الف سلامه.